الجهاز العصبي هو عباره عن شبكه من الاسلاك العضويه لنقل الكهرباء والمركز الرئيسي لتوليد هذه الكهرباء هو الدماغ. اذا بدأت تعاني من التعب وتشعر بانه ليس لديك قوه او سيطره على جسمك وتشعر بان قوه اعصابك تخور بشكل مزمن فهذه هي اعراض ضعف الاعصاب ويجب ان تعالج باسرع وقت. بهذه الحلقه حنتعلم كيف تتعرف على ضعف الاعصاب وكيف تفرق بين الضعف والضغط على الاعصاب وعلاقه كل حاله بالعضلات وصلت الوصل بين الاعصاب والمعادن وكيف تجدد طاقه الجسم يوميا وكيف تشحن جسمك عن طريق النوم هذه بعض المواضيع يلي حندردش فيها بهذه الحلقه لا تنسى تضغط على زر الاشتراك لو بعدك ما اشتركت انا الدكتور فارس ويلا نبدا يختلف مفهوم ضعف الاعصاب مع اختلاف الثقافات ومفهوم الشخص بالتعبير عن اعراضه لذلك يجب ان نصحح المفاهيم ما هو الطبي وما هو الشعبوي ضعف الاعصاب ليس معناه عدم القدره على ضغط يد المصافح بقوه او حمل الاوزان الكبيره ولا الجري لفترات طويله فهذا متعلق بحجم وتحمل وقوه العضلات ضعف الاعصاب ايضا لا يعني الشعور بالتنميل او الوخز والخدر في الاطراف لأن هذه غالبا أعراض الضغط على الأعصاب وليس ضعفها تعريف ضعف الأعصاب هو نقص الطاقة في جسمك أي ضعف في نقل كهرباء الجسم وهذا يحصل إما بسبب نقص النواقل العصبية أو نقص في معادن وأملاح الجسم يعرف الطب ضعف الأعصاب بالإرهاق أو فتين هذا المصطلح يستخدم لوصف الشعور بالإجهاد العام ونقص الطاقة يطلق على شخص بأنه مرهق عندما يكون مقدار التعب يقلل من جودة حياة المصاب فيصبح غير قادر على العمل او القيام بمهام الاسرة والمنزل او حتى ابسط الانشطة اليومية. الارهاق قد يكون احد ثلاثة انواع. النوع الاول هو ارهاق جسدي physical fatigue. الارهاق الجسدي متعلق بقدرة حفاظ العضلات على الاداء البدني. كل شخص حسب بنيته العضلية والبدنية فقد يرهق شخص من تسلق جبل وقد يرهق اخر من صعود درج. الارهاق الجسدي يعني الافراط بالانشطه البدنيه ويسبب تلف عند نقاط اتصال الاعصاب بالعضلات. بعض اعراض الارهاق الجسدي مثل الالم عند تحريك او لمس العضلات، ضمور العضلات، التهابات عامه تنتشر في الجسم، النعاس اثناء النهار، والصداع، ومشاكل الجهاز الهضمي، انتفاخ، آلام، امساك او اسهال بعض أشهر مسببات الإرهاق الجسدي هي ضعف البنية العضلية وزيادة الوزن اضطرابات النوم وسوء التغذية. النوع الثاني من الإرهاق وهو محور هذه الحلقة الإرهاق العصبي nervous fatigue الإرهاق العصبي متعلق بقدرات الشخص الذهنية مثل معالجة الأفكار والتحصيل المعرفي أو معالجة المشاكل العاطفية أو الاجتماعية وعند تخطي مرحلة معينة يصبح قلق وخوف مستمر هذا النوع من الإرهاق إذا استمر لفترة طويلة يستنفذ النواقل العصبية Neurotransmitters في الدماغ والأعصاب والتي تشمل بشكل أساسي كولاين والسيروتونين والدوبامين ومع استنفاذها ستشعر بضعف وخمول وأيضا الإرهاق العصبي يسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول ويجهد الغدد الكظرية ويسمى أدرين الفتيك الذي يؤثر على جميع اجهزه الجسم بشكل مباشر اعراض الارهاق العصبي مثل التشتت وصعوبه التركيز والعصبيه رعشه في الاطراف آلام بجميع مفاصل الجسم النعاس الشديد التهاب الامعاء والقولون العصبي والصداع وخاصه الصداع النصفي الارهاق العصبي قاتل صامت ويجب التعرف عليه وعلاج مسبباته باسرع وقت. النوع الثالث والاخير من الارهاق والإرهاق المرضي ناتج عن مضاعفات مرض معين يستنزف طاقة الجسم ويتلف أعصابه. هذه الأمراض مثل أمراض الغدد مثل الغدة الدرقية والسكري والأمراض المناعية مثل التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي، فقر الدم وارتفاع ضغط الدم وأي ضغط يتلف الأعصاب مثل متلازمة ذيل الفرس. هذه الأمراض حرفيا تسبب تهتك الأعصاب الطرفية واعراضها تختلف حسب نوع المرض وهي لا حصر لها. السؤال الاهم هنا هو كيف يمكنك علاج ضعف الاعصاب والارهاق؟ انا شخصيا اصاب بالارهاق العصبي بشكل متكرر، التفكير والبحث عن طرق مختصره بالحبوب والاعشاب لعلاجه يسبب لي ارهاق اخر. حتى وجدت الحل ويمكن ان اختصر لك رحله البحث عن العلاج بعباره: لا تحاول التخلص من الارهاق فالطريق غالبا مسدود وما يمكنك فعله هو رفع كفاءة جسمك لمرحلة أعلى من كمية الإرهاق وهذا سهل باتباع خطوات تجديد طاقة الجسم إذا طبقت الخطوات الثلاث التالية في روتينك اليومي ستجدد طاقة جسمك يوميا وستتغلب على الإرهاق وكأنه لم يكن تبدأ هذه الخطوات بتنظيم وجباتك واختيارك للطعام عالي الجودة الطعام عالي الجودة يزود الأعصاب بالعناصر الغذائية التي تحتاجها لنقل الإشارات العصبية لكي ترسل الأعصاب نبضات كهربائية بسلاسة فإنها تحتاج توفير خمسة أشياء المعادن والفيتامينات البروتين والدهون ومضادات الأكسدة أهم هذه العناصر الغذائية هي واحد البوتاسيوم والكالسيوم تولد هذه المعادن النبضات الكهربائية في الأعصاب عن طريق تبادل الشحنات البوتاسيوم متوفر بكثرة في الخضار الورقية بشكل خاص وأيضا في الفواكه مثل الموز والبرتقال والرمان أما الكالسيوم فستجده أيضا في الخضروات الورقية والبيض والحليب ثانيا فيتامينات باء وبالتحديد B1 و2 B6 و9 و B12 9 وبي الأولى تساعد الأعصاب على نقل النبضات الكهربائية وB9 أو حمض الفوليك يحمي الأعصاب من الشوارد الحرة وبي 12 يغلف الأعصاب بغلاف عازل يسمى المايلين مثل الكبل الكهربائي لتمنع تهريب الكهرباء. فيتامينات ب تأتي مع البروتين مثل لحوم البقر والدواجن والبيض والمأكولات البحرية وبعضها يأتي من السبانخ والرمان والشمندر. ثالثا الدهون الجيدة وهي الدهون البحرية الغنية بأوميغا 3 ورابعا مضادات الأكسدة متوفرة بالطحالب البحرية والشاي الأخضر وأهم نصيحة قم بإزالة السكر والنشويات من حميتك فهي أطعمة رديئة الجودة وقم بإضافة كوب قهوة وبعض الشوكولاتة الداكنة فهي غنية بالتريبتوفان وهو حمض أميني يعمل كناقل عصبي في نهايات الأعصاب وأخيرا نظم الوجبات بحيث تصوم في الليل بين 12 إلى 16 ساعة لتفعيل خاصية الالتهام الذاتي والبناء على مستوى الخلايا الخطوه الثانيه لرفع كفاءه جسمك هي الرياضه الهدف من الرياضه هو زياده قدره العضلات على التحمل تنوع بالتمارين الرياضيه بين السباحه والجري واليوغا ورفع الاوزان وتمارين التنفس التي تنشط الجزء من الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء ومعدل ضربات القلب ونتيجه لذلك تنخفض مستويات الكورتيزول في الجسم وكل هذا ينعكس على صحه الجهاز العصبي وينتج إحساسا بالعافية الخطوة الثالثة هي النوم النوم يعتبر جزء من صحة الجهاز العصبي أثناء النوم يتم غسيل الدماغ والأعصاب من السموم التي تتراكم أثناء استيقاظك هناك نوعان أساسيان من النوم النوم بدون حركة العين وهو النوم الخفيف والثاني هو النوم مع حركة العين السريعة أو REM سليب وهو النوم العميق ينتقل الشخص من النوم الخفيف إلى العميق من خلال عدة مراحل يمر بها الدماغ حتى تصل للمرحلة التي تبحر فيها بعالم الأحلام هنا يجدد فيها الجهاز العصبي طاقته للدخول بمرحلة النوم العميق توقف عن الطعام والشراب خمسة ساعات قبل النوم ويمكنك شرب الماء فقط واخلد للنوم قبل الساعة العاشرة مساء لأن غالبية نوم حركة العين السريعة تحدث بعد أربع إلى ست ساعات من النوم لذلك نحتاج ثمانية ساعات نوم للتأكد من أننا نجني فوائد النوم العميق ولتسريع الدخول في النوم العميق تناول مكملات فيتامين D3 و 2 قبل النوم بنصف ساعة وسترى نتائج مذهلة هذا كل شيء لهذه الحلقة شاركنا تجربتك مع الإرهاق وكيف تتعامل معه في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كامله والتجارب العمليه بدون اي انحياز، هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل ماجور لانك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني، ادعوك بالانتساب بالقناه لدعمنا شهريا او التبرع مره واحده من خلال زر الشكر، معكم الدكتور فارس واراكم الحلقه القادمه ان شاء الله، واعتني بجسمك لان روحك تسكن فيه.